بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السيرة النبوية كما عرفها صاحب كتاب الأزهار الطيبة النشر للمبادئ العشر هي العلم الباحث عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله من يوم مبعثه إلى أن توفاه الله. والمراد بأيام النبي صلى الله عليه وسلم هي الوقائع والحروب، وذكرهم بأيام الله. والمراد بأحواله صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من خلقه وخلقه الشريفين، فيشمل شمائله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم السيرة، ربما أدرج فيه العلماء ما هو أعم من ذلك، فربما أدرجوا فيه ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من لدن كان حملا إلى أن توفاه الله، وربما أدرجوا فيه كذلك كل ما له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كالقرابات، الآباء والأبناء والأعمام وغير ذلك. وهذا العلم، أي علم السيرة، ثمرته محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة ينشأ عنها الاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الثمرة أي المحبة كانت حاصلة للصحابة بحكم المشاهدة والمعاينة، لأنهم كانوا يغدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويروحون عليه فيجلسون في مجالسه ويحضرون مشاهده ويصلون خلفه. أما بعدما انصرمت الحقبة النبوية وجاء بعد الصحابة أناس من المسلمين فاتتهم المشاهدة والمعاينة، احتيج إلى تدوين هذه السيرة وكتابتها لتبقى ليطلع عليها من جاء بعدهم، توسلا إلى تحصيل تلك الثمرة التي هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت المصنفات في السيرة النبوية، والتصنيف في السيرة النبوية بدأ مبكرا، لأنه بدأ منذ النصف الثاني من القرن الأول حين ألف محمد بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك كتابه في السيرة النبوية. وقد ذكر صاحب الروض الأنف وهو السهيلي في شرحه لسيرة ابن هشام أن هذا الكتاب هو أول مصنف في السيرة النبوية. وفي القرن الثاني ظهر كتاب موسى بن عقبة في المغازي، كما ظهر فيه أيضا في القرن الثاني كتاب محمد بن إسحاق المطلبي في السيرة النبوية. وفي القرن الثالث ظهر كتاب عبد الملك بن هشام الذي هذب به سيرة ابن إسحاق، فعرف بسيرة ابن هشام. فسيرة ابن هشام هي في الأصل تهذيب لسيرة ابن إسحاق، إلا أنها أغنت عنها وطغت عليها. فالآن الناس أكثر انتفاعا بسيرة ابن هشام من سيرة ابن إسحاق، وإن كانت سيرة ابن إسحاق موجودة مطبوعة. كتاب سيرة ابن هشام هذا لم يشرح إلا في القرن السادس حين شرحه السهيلي في كتابه الروض الأنف. فكذلك خلق الإنسان لا بد له من خالق، وما خصه بهذا الزمان دون زمان آخر، أي تخصيصه بهذا الزمان دون زمان آخر، أو تخصيصه بهذا المكان دون مكان آخر، أو تخصيصه بهذه الصفة دون أخرى، أو تخصيصه بهذه الجهة دون أخرى، لا بد له من مخصص وهو الله تعالى. فهل يكون الصنع دون فاعلي، أو وضعه بدون جعل جاعلي؟ إذن هذا لا يصح. فهل يكون الصنع دون فاعلي، أو وضعه من غير جعل جاعلي؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، من أعانت لقهره الأملاك، وانتظمت عن أمره الأسلاك، وأسرقت من نوره الأحلاك، وسبحت بحمده الأفلاك. هذه الأبيات من محاسن الإضاءة ومن جيدها الذي يعتبر فيه المعتبر. كلا، كلا حرف زجر، أي لا يكون الصنع أبدا دون الصانع، فلا بد من الصانع ولا بد من واضع. كلا، لقد أفصحت الأكوان، أفصحت أي أبانت بلسان الحال والمقال أنه لا بد لها من موجد. إن سألت ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، فعل رب قدير لا يحتاج لمعين ولا ظهير. من أذعنت لقهره الأملاك، هذا الرب هو الذي أذعنت أي انقادت وأطاعت لقهره أي جلاله وعظمته الأملاك. الأملاك هنا يحتمل أنها جمع ملك بفتح اللام،
ويكون المراد الملائكة، ويحتمل أن تكون جمع ملك بالكسر فيكون المراد سلاطين الدنيا. وعلى كل حال قدرة الله تعالى خضعت لها الملائكة والملوك. فعن لنا سرب، السرب القطيع من بقر الوحش وهو المراد هنا، والسرب أيضا يطلق على القطيع من بقر الوحش ومن الظباء ومن الطير، ومنه قول الشاعر: السرب القطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. والسرب أيضا يطلق على النفس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أصبح آمنا في سربه. والسرب هنا النفس، وأجمع المحدثون على كسر السين في هذا الحديث إلا الأخفش فإنه قال بفتحها. وظل طهاة اللحم من بين منضش صفيف شواء أو قدير معجل. ظل طهاة اللحم، طهاة جمع طاه وهو الطابخ، يقال طهى لحمه يطهاه ويطهوه. وأورد هذا الفعل، أورده الحسن بن زين من فعل التي شذت بالفتح، والقياس فيها الضم لأن لامها واو وذلك من جوارب الضم، وعينها حلقية وذلك من جوارب الفتح. والقاعدة أن جارب الفتح وجارب الضم إذا تعارضا يغلب جارب الفتح، لكن التحقيق أن طه ونظائرها التي ذكر الحسن بن زين رحمه الله فأفعالها واوية يائية، يقال طهو وطهي، وحينئذ لا شذوذ لأن طه يطهو من طهو وطه يطهى من طهي، فتكون حينئذ طهي كسعى، نقول سعى يسعى. من بين منضش صفيف الشواء، الصفيف هو اللحم المصفوف على الحجارة أو المشوي على الجمر، وهذا هو شي الأعراب ويعبر عنه بالكباب، وهو معرب وليس عربيا أصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكن قيد السعد هذه القاعدة بأن لا تكون الباء بعد لفظ خصص، أما إذا كانت الباء بعد لفظ خصص فإنها تدخل على المقصور، وبناء على ذلك لا يحتاج بيت بن مالك لتصويب، لأن قوله والاسم قد خصص بالجر صحيح على أن الباء داخلة على المقصور، لأن الجر مقصور على الأسماء، كما في قوله أيضا كما قد خصص الفعل بأن ينجزم صحيح من جهة أن الباء داخلة على المقصور والجزم مقصور على الأفعال. حتى ولو قلنا إن الباء تدخل على المقصور عليه لا حرج في هذا، لأنه من قلب الكلام وهو مستملح عند علماء اللغة، ولذلك وقع في كلام العرب كثيرا كما في قولهم خرق الثوب المسمار، ووقع منه في القرآن قوله تعالى وقد بلغني الكبر، أي بلغت الكبر، ومنه في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا أصواتكم بالقرآن. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. الرفع علامته الأصلية الضمة، والنصب علامته الأصلية الفتحة، والخفض والجر علامته الأصلية الكسرة. ارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، قوله فتحا وكسرا منصوب بنزع الخافض أي بفتح وبكسر، ولا نقول النصب بنزع الخافض غير مقيس، لأن بعض العلماء قال إنه ينبغي أن يكون القول بعدم قياس النصب بنزع الخافض حيث لم يذكر الخافض في مقابل المذكور، وذكر الباء هنا مع الضم يسهل إسقاطها مع الفتح والكسر. وهذا قول جيد وله حظ من النظر، لأن هذه المسألة معروفة أن حرف الجر يطرد حذفه مع بقاء الجر إذا كان معطوفا على حرف آخر تقدم قبله، ومنه إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، فإذا جاز حذف الحرف مع بقاء عمله لهذه المسألة ينبغي أن يكون حذفه مع النصب من باب أحرى. منه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، من هذا القطح هو أن ينكر الأصل أي الشيخ، ينكر رواية الفرع التلميذ، بمعناها روى ثقة عن ثقة حديثا، فالشيخ أنكر رواية الفرع عنه،
بأن قال هذا الحديث لا أعرفه، أو هذا الحديث ليس من مروياتي، أو هذا الحديث لا أذكره، هذا هو القادح الأول. نعم، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أنتم كما تعلمون أن الجمهور يشترطون الولي في النكاح، وأن المخالف في ذلك هو أبا أن المخالف في ذلك هو أبو حنيفة، وقد احتج الجمهور عليه بهذا الحديث. فأجاب أبو حنيفة فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري، قال ابن جريج: سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه. إذن هنا أنكر، والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. معلوم على أن الشهادة إذا رجل استناب رجلا في الشهادة قال له أدي الشهادة عني لكونه غائبا، فأدى الشهادة عنه فأنكر الأصل، أنكر الأصل بمعنى الأصل، قال أنكر الشهادة، فإن ذلك يبطل شهادة الفرع باتفاق، وإذا كان يبطل الشهادة فكذلك أيضا يبطل الرواية. نعم، والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، بمعنى لم يصرح، ما قال كذب علي، ولا قال هذا ليس من مروياتي، وإنما قال لا أعرفه، إذن قد يكون نسيه بتكذيب الفرع. فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه. إلى هذا ذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، أن الأصل إذا لم يصرح بالتكذيب بل قال لا أعرفه، أن ذلك لا يضر لا يقدح في الحديث، لأن الرواة قد ينسون ما يحفظون. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذهب أهل الشام وأهل الحجاز والحضارمة وتهامة ممثلة بزبيد والمراوعة والزيدية والضحي وأكثر أهل اليمن، وكذلك جبلة في إب وأكثر أهل اليمن والأكراد وداغستان، إلى القول بمقالة الإمام ابن حجر. ولهذا إذا اختلفت كتب ابن حجر فيؤخذ بكلام التحفة ويقدم كلام التحفة على غيره، لأنها أكثر تحريرا، ولأنها أكثر نصوصا، ولأنها قرأت على الإمام ابن حجر، قرأت عليه في حياته. فإن لم يوجد نص في التحفة فإنه يؤخذ بما في فتح الجواد، ثم بما في أصله وهو الإمداد، لا شرحه العباء. ولهذا قال بعضهم: وشاع ترجيح كلام ابن حجر في يمن وفي الحجاز ذا اشتهر، وفي اختلاف كتبه في الرجح الأخذ بالتحفة ثم الفتح فأصله، لا شرحه العباب إذ رام فيه الجمع والإعاب. وأما مدرسة الجمال الرملي فقد ذهب إليها أهل مصر أو أكثر أهل مصر، حتى أثر عنهم أنهم يقولون: أخذ علينا العهد ألا نقول إلا بما قاله الجمال الرملي، أخذ علينا العهد، عهود أخذت عليهم. وهنا قصة تحكى، وهي للشيخ علي الشبراملسي، كان يطالع في أول عهده تحفة الإمام ابن حجر، فرأى الجمال الرملي في منامه ويقول له: يا علي أحيي كلامي أحيى الله قلبك. فاشتغل بعد ذلك بالنهاية للجمال الرملي ووضع عليها حاشية جليلة معروفة. وأما أهل مكة فإنهم كانوا في أول أمرهم يأخذون بكلام الإمام بن حجر، ثم بعد ذلك كان أهل مصر وشيوخهم وعلماؤهم يريدون إلى الحرمين فيعقدون مجالس ودروسا في الحرمين، فيفتون أو يشرحون بما رجحه الجمال الرملي. فأصبح بعد ذلك أهل مكة لهم علم بمقالة ابن حجر وعلم بمقالة
الإمام الجمال الرملي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا.